جدا. انا عندي سؤال برضو في يعني اتجاه مختلف، في ما يسمى بالفساد المقنع اللي هو الفساد المحمي بقوة القانون نفسه. بمعنى هدي حضرتك مثال، انا مثلا كموظف حكومي او كده بحضر باخد مثلا بدل ما يسمى ببدل الانتقال او بدل حضور الاجتماعات الفلانية، وتلاقي انه هذا الرجل في هذا المنصب بياخد البدل ده بشكل او باخر، او بياخد الـ او اختلاف بقى المسميات بقوه القانون، لكن هو الحقيقه مش بيحضر، لا بيحضر الاجتماعات دي ولا يمكن يكون سافر، لكنه بشكل او باخر ده محمي بقوه القانون لانه موجود في اللائحه التنفيذيه للقانون في اي مؤسسه، لكن فهو بياخد هذا الحق لكنه ما اداش الدور المنوط بيه وفق القانون. بتعملوا ايه في الحال انتم من حقكم تقولوا لا ده هنا سير الهيئه دي خطا، او احنا محتاجين نعدل اللائحه التنفيذيه دي او نقدم تشريع يغير ده؟ تمام، بالفعل هو اللي حضرتك بتقوله. يمكن دارسين القانون يعلموا ان في مصطلحين شهيرين جدا اللي هو رول اوف لو ورول باي لو. رول اوف لو اللي هو سياده القانون، رول باي لو اللي حضرتك بتتكلم عنه ان انا اقدر اطوع اداره هذه المنظومه قد يكون بشكل فاسد عن طريق استخدام القانون. ده احد ابرز الاشياء او الاختصاصات اللي بتعملها النيابه الاداريه، انها عندما تضع يدها على الخلل الموجود، ممكن يكون خلل لائحي، خلل تشريعي، خلل في دوره العمل، اول حاجه بتعملها انها بتصدر تقرير بيرفع للجهه المختصه سواء كان الوزير المختص او السيد رئيس مجلس الوزراء، تقول له فيها عند حضرتك 1 2 3 4. وده حصل كثيرا جدا، والحقيقه كانت استجابات رائعه جدا من الوزراء ان بيتم التعديل مباشره عشان نقفل الثغره. زي ما قلت لحضرتك في مثلا ممكن تدوا لنا بشكل طيب، يعني مثلا لا احنا تكرار حوادث القطارات دي قدمنا تقرير الثاني النهارده، احنا بنشوف ان على فعل كبير جدا من التوصيات اللي قالتها النيابة للمخدرات، كل الكلام ده بيتم حاليا انفاذه على الارض بالفعل. بما فيهم الحادثه الاخيره محطه مصر. ما هو ده كمان، يعني ما يعني ما جينا نشتغل على الحادثه الاخيره بتاعت محطه مصر دي، كان بان ان في جزء تم تنفيذه وفي جزء كان لسه ما تمش. احنا بنتكلم لسه في مشكله تمويل وميزانيه، وطبعا عندنا حادث ويعني اهمال جسيم جدا، فاحنا بنشتغل في اكثر من محور. طب وصلنا فين برضو نتمم؟ حضرتك صرحت مؤخرا ان التحقيقات قربت تنتهي. طيب يعني احنا تقريبا التحقيقات باقية فقط على سؤال المتهمين اللي هم ما زالوا محبوسين أمام النيابة العامة، دول خلاص يعني دي آخر حاجة. كل التحقيقات النيابة شكلت اللجان المعنية وقد قدمت التقارير الخاصة بالحادث، استمعت لكافة المواطنين والشهود والموظفين. ده مش بس كده، هي اشتغلت على 3 محاور. كنا من شوية بنتكلم على فريق التحقيقات، في جزء الخاص بالحادث نفسه وأسباب الحدوث من ساعة خروج الجرار لغاية الحادث، موقع الحادث، وبالظبط جزء تاني اشتغل على موضوع تعاطي المخدرات والإجراءات، خدناها 3 سنين فاتوا من آخر 3 سنين لكافة السائقين على مستوى الجمهورية بقطاعات النقل الستة، بيتم فحص ملفاتهم ونشوف كل واحد الإجراء اللي تم اتخاذه فيه إيه. الجزء الثالث كان في التنفيذ على الارض يا ست المستشار. لا فندم، ده في تعديل تشريعي حاليا هيبقى مجرد التعاطي هو سبب من اسباب انتهاء الخدمه. احنا القانون حاليا بيقول ايه؟ ان الادمان صحيح سبب من اسباب انتهاء الخدمه. لا ده احنا هنوصل ان التعاطي ده مش محتاج بقى ادمان، مجرد ان العينه تطلع ايجابيه وحضرتك تقدر تطعن وتدفع وتروح الطب الشرعي تعمل اعاده تحليل، اذا كانت ايجابيه تاني خلاص كده الخدمه انتهت دون الحاجه حتى حكم القضاء. الجزء الثالث والاهم كان فكره الصلاحيه الفنيه بقى للمعدات الخاصه بهيئه السكه الحديد في ضوء تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. دي الثلاث محاور النيابه شغاله عليها. هو بس زي ما بقول لحضرتك هي باقيه فقط على سؤال المتهمين ال11 اللي فاضلين، وتنتهي التحقيقات وتعلن للراي العام.